هيكون شايله فين بس الملف ده؟ الأسبوع اللي جاي هياخد المناقصة؟ يعني لو عزت ملحقش يجيب الورق دلوقتي كل حاجة هتتفضح. أنا لازم أخلص من الموضوع ده وأسافر واختفي من غير ما حد يعرف طريقي. هو كان بيدور على إيه؟ ألف الكومباوند. هيا عزت، لقيت الدوسيه؟ لقيته. طيب خلاص، هحدد ميعاد تاخد ال5 مليون جنيه واخد منك الورق. يلا سلام. يعني ايه؟ عزت متفق مع مروه على طارق بيه؟ ليه؟ ولصالح مين؟ وملف الكومباوند ده كان هيعمل بيه ايه عشان ياخد 5 مليون جنيه؟ أنا هقول للباشمهندس طارق، بس هقول له ايه؟ التليفون ده يفضل معايا؟ بعدين يا كريم، الموقف اللي انت اتحطيت فيه ده، لو كان اللي انت فاهمه صح، رنا والباشمهندس طارق هيعملوا ايه لما يعرفوا ان الست اللي اسمها مروة دي عملت كده؟ لازم أفكر كويس. إيه ده؟ الملف ده ما فيهوش العقود ولا التصميمات البايظة اللي أنا عايزها. الله، دي كلها التصميمات الجديدة اللي عاملها كريم. وبعدين أعمل إيه دلوقتي؟ وأكلم الست اللي اسمها مروة دي أقول لها إيه؟ أكيد هتفتكر إني بضحك عليها. وبعدين يا عزت،